برحب بحضراتكم من جديد. فوز بيراميدز على فيوتشر بهدف لمصطفى فتحي في الدقيقه 66 بيرفع رصيد الفريق للنقطه 61 وبيظل في المركز الثاني بيقترب من حسم الوصافه. طيب سترة اعتقد انه فوز يعني مش عايز اقول مستحق بنسبه 100% انما بيراميدز قدم اللي يقدر عليه يستاهل الفوز برضه. دي حقيقة فعلا. بيراميدز النهارده كان طريقة مميزة جدا وباتشيكو عمل يعني ثنائيات في الملعب يعني الجهد اليمين كان فيه ثنائيات كتير قوي بين الشيبي ووليد ومصطفى فتحي والناحية التانية كان ابراهيم عادل ومحمد حمدي يعني هو اللي محور الاساسي بتاع باتشيكو كان الجبهتين دول الجبهتين بشكل كبير جدا ونص الملعب كان مركز بقى من وليد الكاردي وبلاتي توري في ثلاثي بقى في خط الظهر سواء علي جبر واحمد سامي ومحمد احمد توفيق هم الثلاثي اللي هم معتمدين عليه بشكل كبير قوي في التحضير تحضير الهجمه بس ايه نص الملعب الكاردي وتوريه عاملين شكل كويس هم الايه العنصر المهم اللي هم اللي بيفرقوا دايما في اي حاجه بالظبط.